أهلا بكم. في ظل التزايد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر أقطار العالم، يستمر بالمغرب تفعيل المخطط الوطني للرصد والتصدي للفيروس تزامنا مع رفع مستوى اليقظة للحيلولة دون انتشاره. وفي هذا الإطار تعقد وزارة الصحة ومديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض لقاءات يومية للتتبع والتواصل بشكل مباشر عبر تطبيقات الاتصال مع مختلف المصالح والإدارة الصحية بالجهات 12، وذلك بهدف تتبع حالة الفيروس ومكافحة آثاره من خلال تعبئة كافة الوسائل اللوجستيكية وكذا الأطر الطبية والتمريضية. عبد الله الشكر وعبد الفتاح الزوين. في هذه القاعة يلتئم أطر وزارة الصحة في ندوة تعقد عبر اتصالات مباشرة مع المدراء الجهويين والمندوبين الإقليميين ومدراء المراكز الاستشفائية من مختلف جهات المملكة، وذلك لتعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستية لمكافحة فيروس كورونا. أفو لا باغول دكتور هواري. كنت تواصلوا مع الجهات 12 المديرين الجهويين والمناديب والمديرين المستشفيات كيقدموا لنا تساؤلات لمواجهه هاد الازمه هذه، وحنا طبعا المصالح المركزيه اللي فيها المديريه ديال الابيديميولوجي ديال الاوبئه والمديريه المستشفيات، وانا بنفسي كنقوم بالاجابه على التساؤلات اللي هي تقنيه وبالنسبه للامور اللوجستيكيه المعدات والادويه، وطبعا هذه بادره اللي هي مهمه اللي هي تحسيسيه واللي هي تواصليه باش ان شاء الله نعبئوا يعني الاطر ديالنا الطبيه والتمريضيه والمسؤولين باش إن شاء الله نجحوا في المكافحة ديال هذا الحالة. أولا بأول وبشكل مباشر يتم التواصل بين الأطر المركزيين بوزارة الصحة مع المصالح اللامركزة بجهات المملكة، والجهود متواصلة وتعبئة مكثفة من لدن مختلف المتدخلين لمحاصرة هذا الفيروس ومكافحة آثاره، والجميع منخرط في أعلى درجات اليقظة. وعبر العالم